تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس إن ضربة جوية في مصايف في سوريا استهدفت مركز الدراسات والبحوث العلمية ومعسكرا مجاورا للجيش. وذكر النظام السوري في بيان له أن الضربة نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على العاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية الذي تصفه بأنه الهيئة السورية المسؤولة عن تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيميائية. هاجم المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور رياض حجاب المبعوث الأممي إلى سوريا حيال تصريحاته الأخيرة يوم أمس على الملف السوري. أكد حجاب أن ديمستورا يورط نفسه بتصريحات غير مدروسة تعزز دعوة المعارضة لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية. وعد المنسق العام أن تصريحات ديمستورا تعكس عدم إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي. أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرب تحرير قضاء الحويجة في محافظة كركوك ومناطق غرب الأنبار من احتلال داعش. أوضح القائد العام للقوات المسلحة أن جيش قتل آلاف الإرهابيين خلال معارك التحرير، مؤكدا أن التنظيم اليوم بات ضعيفا ليس على مستوى العراق فحسب بل حتى في سوريا. دعا حلف شمال الأطلسي جميع الدول إلى تكثيف مساعيها من أجل فرض عقوبات على كوريا الشمالية ووقف تجاربها على الأسلحة. في نداء قال الدبلوماسيون إنه يستهدف شركاء بيونغ يانغ التجاريين الذين يشتبه في أنهم يمتنعون عن فرض إجراءات عقابية. وأصدر كل سفراء الحلف العسكري البيان فيما سعت القوى الدولية لبلورة رد مشترك على سادس وأكبر تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية. قال مسؤول حكومي محلي إن الإعصار إيرما تسبب في قتل 6 أشخاص على الأقل في جزيرة سان مارتان الفرنسية الواقعة في البحر الكاريبي. وقالت الحكومة الأمريكية إنها ستعلن خطة طوارئ، لكن من الضروري تقييم الأضرار لأن السلطات في هذه المرحلة عاجزة عن الوصول للأماكن الأشد تضرراً. قال مسؤولون إن حريق غابات في ولاية أوريغون يتحرك صوب منازل أجلي سكانها قرب مدينة بورتلاند بعد أن ألحق أضرارا بمعالم رئيسية في وادي نهر كولومبيا. وتوقع المركز الوطني لمكافحة الحرائق استمرار الحرائق الكثيفة خلال شهر سبتمبر أيلول الجاري في أغلب مناطق الغرب الأمريكي، وخلال شهر أكتوبر تشرين الأول في أجزاء من جبال روكي الشمالية وولاية كاليفورنيا. نهاية الموجز، في أمان الله.